السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فرح هدايا القبة اللي الفيديو دوت هنشوف أشكال أنفيالات معاكم من أول 2 جرام تقريبا، يعني حاجة زي كده. ده في حدود 2 جرام اهوت، شكله رقيق جدا جدا وموجود منه الكولير بتاعه، وفي حاجة زي كده برضو ده الخفيفة برضو في نفس الحدود تقريبا. الانسيالات دي يعني تقول مثلا من 1700 انسيال لفوق تقريبا. في حاجه زي كده اللي هو فيه قفل، ده بيعمله تقريبا 5 جرام، وفي اشكال منه تاني في حدود 3 جرام، وفي حاجه اللي هو نظام الحلقات دوت، ده بيعمله تقريبا في حدود 5 جرام برضو، وفي منه بيبدا من مثلا من 3 جرام 3 جرام ونص. وفي السمايل ده بيعمل تقريبا برضو وزن في حدود 4 جرام 4 جرام وشوية. وفي الحلقات اللي هو العريض ده بيعمل في حدود 7 جرام. وفي اللي هو دوت اللي هو فيه قفل قلنا شكل تاني، ده برضو في حدود 4 جرام. قلنا الاقفال دي موجود اشكال من 3 جرام ونص لفوق. في الانسيال ده اللي هو يعني طلب كتير جدا جدا موجود اهو، اللي هو انسيال الحمص، ده بيعمل تقريبا في حدود 4 جرام ونص. في حاجه زي كده لو نظام اللعب، اي حاجه عندنا نظام مركان بتشتريها ببصصها وبترجعها ببصصها، ده في حدود 6 جرام ونص تقريبا. ده هو الانسيال الحمص عشان طلب مننا كتير جبناه. وفي الانسيال دوت اللي هو الانفينيتي ده بيعمل برضه في حدود 2 جرام ونص. وادي مجموعه انسيالات، وادي العريض ده عشان برضه الناس كانت سأل عليه في حدود 10 جرام ونص تقريبا. والانسيال اللعب ده في حدود 7 جرام تقريبا، 7 جرام ونص. وادي الاشكال اللي هي نظام اللي هي الشمار، بتبدا معاكم مثلا من 3 جرام 3 جرام ونص 4 جرام لفوق. وفي اشكال طبعا ثانيه كتير هنحاول برضه نوريها لكم كده اهوت. طبعا لما تنورونا شوفوا الاشكال كلها. البرزاشي ده في حدود 10 جرام ونص، وفي القلوب ده في حدود 2 جرام ونص. في اشكال كتير طبعا لما تنورونا ان شاء الله هتلاقوا اشكال ثانيه موجوده. وادي البلغاري، فرع هدايا القبة خلف المخابرات شارع 3 القبة، وفرع مدينة نصر عند موقف الحي العاشر. ودمتم بخير.